إذا كان المحتجين ثم بعض تحركات احتجاجية عند جماعية عندها أكثر من عام وقريب ثم فيها قريب تصل عام ونص عامين، إذا كان مش تقعد ديما 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 والإعلام هكذا قاعدين تراو ما عادش تحدث عليهم، ما عادش يجبد عليهم حتى حد، هذا ينجم يدز أو يدفع الناس هذوما في حالة متاع يأس أو إلى، وهنا قاعدين نشوف في محاولات الانتحار أو التهديد. ان شاء الله نوقف في التهديد، ما نتعداوش من التهديد الى محاوله الانتحار الجماعيه، على خاطر راكم شفتوا شنو العواقب تاعها. ذكرنا ان هناك تحول كبير، يعني من شهر سبتمبر، من شهر اوت الى شهر سبتمبر. شهر سبتمبر لاحظنا وللمرة الأولى أن حالات الانتحار ومحاولة الانتحار تتجاوز سقف 100. أنا سجلنا 103 حالة، وهذا رقم كبير برشا. أيضا بالنسبة للاحتجاجات، أيضا سجلنا تطور كبير في الاحتجاجات خلال شهر سبتمبر. في شهر جويلية وشهر أوت كانت احتجاجات أساسا اجتماعية، توا دخلنا البعد الإداري والبعد التربوي. ومنذ بداية السنة الدراسية بدأت تبرز الاحتجاجات في هذا المجال. نفس الملاحظة سجلناها في شهر أكتوبر، ونفس الملاحظة بالنسبة لسقف الانتحار، يعني تجاوزنا تقريبا 100 و103، وصلنا 119 حالة انتحار ومحاولة انتحار. ثلثي هذه الحالات هي محاولة انتحار جماعية. هنا نخرج من جانب التهديد وندخل إلى جانب المحاولة الفعلية. والمحاولة الأخيرة نتاع 30 شاب وشابة، شفنا أنه تناولوا مواد سامة، أدوية، ومشاو للسبيطار واحتفظوا بسبعة منهم، معناها تحت المراقبة، منهم واحدة كانت حالتها كانت أكثر خطورة. ليست فقط مدينة القيروان، بل خلينا نقول الوسط، هذاك المنطقة كل قروان، سيدي بوزيد، القصرين، وقفصة. يعني احنا مثلناها بكرش تونس، ذكر يعني ارجعوا وشوفوا المؤشرات التنموية تتفهموا كل شيء. يعني المؤشرات التنموية الموجودة تعطينا فكرة على الأسباب الاحتجاجات، ثم أنها هذه المؤشرات نلقاها في أماكن أخرى، لكن هذه الفضاءات طورت موروث احتجاجي كبير برشا يختلف عن بقية الجهات الأخرى. ونلقاو في الجهات هذيك بركة أكثر الناس اللي طوروا الاحتجاج تاعهم وخذا في شكل تهديد بانتحار جماعي. هذا ما نلقاوش في أي صخرة. صورة الميساج السلبي اللي أعطته حكومة السيد يوسف الشات، إنه عندك أنت وسيلة إنتاج وأداة ضغط يتفاوضوا معك، ما عندكش وسيلة ضغط شادوا وسيلة يعني إنتاج شادوا تحت في الضغط ما يتفاوضوش معك. وهذا اللي باش يأجج الأوضاع في شهر جانفي، وما نخبيوش عليكم الناس الكل قاعدة تناقش حركات اجتماعية في شهر جانفي.